five set up. ناس معناه يتلقوا في الرصاص بصدورهم، يعني شباب بيتلقوا هالقنابل وهالدبابات هذين، هذا دمار يعني ما طاحش، يعني بيفنينا يجي يمسحنا مره واحده بقد ما لينا. احنا ناس امنين يعني، ما عندنا هالقوه اللي بنواجه هالحسبه هذه. كانوا معنا بيفنينا، لا يجيب جميع ما عنده ويجي يفنينا وخلاص، خلينا نتريح من الحياه هذه. الله اكبر، وين هالحياه هذه؟ الله اكبر، الله اكبر. هذا شعبكم، يعني هل من المعقول يعني ان يعامل الشعب الليبي بهذه الصوره؟ يا اخي هذا شعب مسلم وانتم مسلمين، اين اسلامكم؟ اين انسانيتكم؟ هذا غير معقول يعني، اليس هناك عاقل يعني في هذه البلاد؟ لكن نحن ندعو الله عز وجل ان ياخذ الحق، فنحن مظلومين والله هو المنتصر للمظلومين. اسال الله ان ياخذ الحق في القريب العاجل الى الاجل، اسال الله العظيم ان ينتقم، ان ينتقم من كل ظالم، فالله يسمع ويرى. ما خلق البشر عبثا، انتم تسمعون الان القذائف التي تساقط علينا. يا اخي هؤلاء، هذه منطقه مدنيه ليس فيها احد من الجيش، تفضلوا صوروا ولتاتي المنظمات الانسانيه والحقوقيه ولترى ماذا يحدث يعني. ما هذا العدوان يعني؟ هذا غير معقول، لم يحدث في التاريخ ان حاكم قصف شعبه، لم ما سمعنا بالتاريخ الماضي ولا الحاضر، ولا يمكن ان يحدث حتى في المستقبل يعني. هذا الكلام يرضى به عاقل يعني؟ معقول هكذا ناس تقصف في مساكنها، اطفال، نيام، شيوخ، العجائز تبكي، الاطفال تصرخ، يعني هل هذه معامله انسانيه؟ اليس هناك عاقل في هذه البلاد يوقف هذا ما يحدث الان؟ ونحن نشكر قناة الجزيرة التي تواكب الأحداث وتكشف المستور، وهناك ما هو أفظع مما ذكرته الآن، هناك فظائع أكبر، هناك جرائم ترتكب أكثر، الخطف في هذه المنطقة بالمئات، مئات ناس تخطف من سياراتها من الشوارع، يعني أين ذهبوا بهؤلاء الناس؟ هؤلاء أصحاب عوائل، لا يدروا الناس أين أبناؤهم وأين إخوانهم منذ أشهر، خطفوا من الشوارع يعني لأي ذنب؟ ما هو الذنب يعني؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها ليختطفوا من سياراتهم؟ لماذا يعني؟ لماذا لا يبينون لنا ما الجريمة؟ لماذا لا يحكموهم علنا انهم فعلوا جرائم؟ تفضلوا يعني، هذين الاطفال اللي كانوا نيام في البيت، هذه طفلة عمرها شهر ونص، هذه طفلة عمرها شهرين، هذا طفل عمره عام ونص، هذا طفل عمره عامين، هذه طفلة عمرها 3 سنوات، هذا 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، يعني هذا اللي هاجم قوات الغازية هذه، هذا اللي هاجمها، هذا الأطفال هذين هم اللي سببوا الحرب هذه، هم شنو ذنبهم يعني؟ تقصفهم في منازل، هل من المعقول يعني هذا؟ ألا يرى العالم ذلك يعني؟ أين العقال في هذه البلاد؟ أنا أوجه كلمة للعقال في هذه البلاد. حسبنا الله، حسبنا الله، ولكن أسأل الله العظيم أن يأخذ الحق وينتقم، فهو المنتقم. ونحن ناس مظلومين، معمر هو جبال وحاربنا وكسر حشاننا، وإحنا ما ربوش شيء. هذه وتملة حتى هو وبوش أشوفهم قملة، تملة تصورها قملة، ونبو نحاربوه، نبو نحاربوه ها؟ منطلعوهم حتى من بلادنا وما نبوش شيء. هاتيني ما نبوش شيء لأن حارب فينا، يقتل فينا ويكسر فينا ويضرب فينا ويموت فينا، يكسر في حشاننا ويضرب فينا. هو جيشة، هو معمر يحارب فينا ويضرب فينا ويقاتل فينا، احنا نموتوا. هذا